نفتتح يعني هذه الجولة مع الأسواق، أسواق النفط تحديدا. نعم، هناك الكثير من الأمور المرتقبة اليوم بأسواق النفط العالمية. ميشا، لجنة مراقبة يعني تنفيذ الإنتاج ولجنة فنية فعليا من أوبك بلس تجتمع اليوم لتتباحث في عمليات الخفض المطبقة من قبل هذه المجموعة، وقد تصدر توصية مهمة مرتبطة بتقليص تخفيضات الإنتاج المتبعة. نعلم أن أوبك بلس بدأت منذ بداية هذا العام بتخفيضات إضافية، ومؤخرا أيضا كان في اتفاق إضافي لخفض بمستويات قياسية بالفترة التي تزامن فيها آثار فيروس كورونا وانعكاساتها على أسواق النفط العالمية. الآن ستناقش كيفية التخفيضات المستقبلية، إن كانت ستبقيها عن 9,700,000 برميل يوميا أو ستقلصها إلى 7,700,000 برميل يوميا. وهناك كان نظرة إيجابية من أوبك حول موضوع طلب العالمي مستقبلا. عموما ميشا، سنفصل هذه الأخبار مع ضيفنا، ينضم إلينا عبر الهاتف من الدمام الرئيس التنفيذي لسي ماركتس يوسف الشمري. أهلا بك معنا أستاذ يوسف. سؤال بداية، عما تترقبه الأسواق من توجهات من قبل أوبك بلس، ونحن نرى أن الأسعار تحافظ على زخم فيه ارتفاعات حاليا. أهلا وسهلا أخت حمزة. طبعا حاليا متوقع اجتماع الأوبك بلس والجي أم أم سي أنه هو اتخاذ توصية بتخفيف مستوى تخفيضات أوبك من الشهر أغسطس إلى ديسمبر بحوالي 2,000,000 برميل. طبعا زي ما عارفين أنه بدأت تخفيضات أوبك عند 9.7 مليون برميل من مايو إلى نهاية جون، تم تمديدها لمدة شهر، فحصل هنالك تعافي من ناحية الأسعار من أقل من 20 دولار والآن تجاوزت 40 دولار للبرنت. فالمسألة الأولى اللي هو إنجاز طبعا هو صارت الأسعار في مستوى تريدبل رينج خلينا نقول. فأعتقد هنا المسألة الأخرى أنه هو الالتزام بالاتفاق اللي كان مسبق أول بأنه تخفيض بحوالي 7.7 مليون برميل. لكن في مسألة هنا مهمة أنه التخفيضات لا أعتقد أنها ستكون بالضبط عند 7.7، أعتقد أنها ستكون أكثر، لأنه هنالك دول مثل العراق، نيجيريا، وأنغولا والمنتجين من قارة أفريقيا الذين لم يحققوا نسبة امتثال عادلة 100%. فأعتقد أنها تكون 7.7 إضافة إذا ممكن توصل من 800,000 إلى 1,000,000 برميل إضافي للتعويضات للدول التي لم تلتزم بالامتثال في الأشهر الماضية. أستاذ يوسف، كيف ترى موضوع الطلب العالمي مستقبلا؟ أوبك كانت أعطت نظرة فيها بعض التفاؤل ناحية تحسن الطلب والتعافي ب 2021 إن لم تحصل أي تداعيات متعلقة بالتجارة العالمية وأيضا أي تداعيات متعلقة بموجة ثانية من فيروس كورونا. حاليا هنالك نوع من التفاؤل يسود الأسواق حاليا. لو نلاحظ تقارير وكالة الطاقة الدولية ووكالة معلومات الطاقة الأمريكية وأيضا منظمة أوبك، شهر ورا شهر جالس يزيدون نسبة الارتفاع أو الطلب، يعني كل اللي يسوي لهم ريفايز أب يقللون نسبة الانخفاض. فهذا يعطي مؤشر أنه توقعات الانخفاض الطلب كانت أقل من المتوقع في زي ما كانت التوقعات في شهر أبريل. احنا حاليا التوقعات الطلب حسب وكالة الطاقة الدولية عند 92 مليون برميل معدل افرج حسب في العام 2020. احنا في الشركة ننظر انه حوالي عند 90.35 مليون برميل. لو نلاحظ ايضا بنك مورغان ستانلي في امس رفعوا ايضا متوسط الاسعار في الربع الثالث من هذا العام من 35 برميل الى 35 دولار الى 40 دولار للبرنت. فهذه تعطي مؤشرات إيجابية تسود الأسواق، لكن هنالك مقالق من مسألة الكوفيد 19 في الولايات المتحدة، في البرازيل، في الهند، لا زالت هذه الدول تحارب خلينا نقول مسألة تفشي الفيروس وتجاهد إلى مسألة التحكم في انتشار عمليات الفيروس. هنالك أيضا قلق من حاليا زيادة النزاع بين الولايات المتحدة والصين في الاتفاق التجاري. لو سمعنا مسألة أمس في بالأمس تصريح للرئيس الأمريكي بيّن أنه لا يوجد هنالك فائدة من الاتفاق مع الصين بسبب المشاكل اللي حصلت بين الدولتين، منها أزمة كوفيد 19، منها الخلاف بسبب شركة هواوي.
إذن مع هذه العوامل المختلفة أستاذ يوسف، هل ترى أنه سيناريو خفض أو تقليص التخفيضات سيكون ملائم للسوق؟ وماذا عن أيضا الانخفاض الكبير بالمخزونات الأمريكية ونحن ننتظر اليوم البيانات الرسمية حول المخزونات؟ أعتقد أنه تخفيض الإنتاج إلى 7.7 لا زال موازي للأسواق، لأنه لو ننظر حنا الطلب حاليا عند 90 مليون برميل، العرض لن سيكون حوالي في نقص في الامداد بحوالي، احنا ننظر انه حوالي 4 مليون متوسط في الربع الثالث وحوالي 5 مليون برميل في الربع الرابع. فاعتقد انه حتى تخفيض هذه مساله التخفيضات وزياده الانتاج في الربع الثالث لا اعتقد انها سيكون لها اثر سلبي على الاسواق، لانه لا زال الطلب اعلى من المعروض. المساله الاخرى اللي ذكرتيها المخزونات لا زالت في هبوط. لا زالت طبعا ما هي عند حوالي 539 مليون برميل، لكن هي ماخذه مساله الهبوط. ايضا الانتاج الامريكي حاليا عند ادنى مستوياته. فأعتقد أنه حتى مع زيادة الإنتاج أنه ستستمر الأسواق بالتعافي، وستتمكن أيضا من أوبيك بلس من زيادة حصتها السوقية في الأسواق. شكرا جزيلا لهذه المشاركة معنا من الدمام، الرئيس التنفيذي لسي ماركتس يوسف الشماري. رمزة، تابعنا تداعيات إقرار قانون الصين الأمن القومي يعني على هونغ كونغ وتداعياته والقرارات المتخذة من قبل الرئيس ترامب أيضا بالأمس لإنهاء المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ، وما كان تبعاتها أيضا يعني على الاقتصاد. صحيح، اليوم رأينا ترجمة لهذا الموضوع في مخاوف الأسواق.